تحسيس السادة المديرين باش يرافقوا التلاميذ بهم بمستشاري التوجيه، مرافقة التلاميذ ومراقبتهم دوريا دوريا على الأقل حماية لهم. أثر الألعاب الإلكترونية التي تهدد يعني الطفولة هذه، خاصة اللعبة الأشهر والله اللي اخذت صدى كبير اللي هي لعبة الحوت الأزرق. المشكل الأساسي هو في عملية التواصل اللي موجود بين الأولياء والتلاميذ والمفقود، وكذلك المرافقة لهؤلاء التلاميذ من طرف الأولياء. حماية الطفل هي مسؤولية الجميع، هي مسؤولية الأسرة، هي مسؤولية المجتمع، هي مسؤولية الإمام، فلذلك نحن نشارك في مثل هذه الأيام الدراسية لحماية هذا الطفل.